كلنا كنعشقوا الدنيا وحتى انت اللي كتسمعني كتحلم دار وسيارة وفلوس وزوجة ورصيد في البنك صحيح؟ كتبغي تحقق مبتغاك أحيانا ولو حتى على حساب آخرتك ودينك، ولكن كتنسى أنها فانية والآخرة خير وأبقى. كاين اللي كيسمعني وغادي يقول لي نصيبها في الدنيا والآخرة عند الله يحاسبني. والله يا أخي أشفق عليك، تبيع دار الخلد بدريهمات قليلة. اليوم كتابتي ليس ككل الكتابات، شاهدتم في قناة التراث والأسطورة والواقع، ولكن اليوم أحاكيكم بجوارحي وبقلم ذرف دموع وهو يكتب هذه الأحرف التي قد تضع لها عدم إعجاب، لكن ثق بي عزيزي المستمع، سأخذك لعالم تعيش به ولا تفهم محتواه، وكأنك ترتدي ملابسا ولا تعرف كيف تخيط مثلها. ما رأيك أن نلعب لعبة الحظ؟ أجل لعبة الحظ. وفي كل ورقة سأقوم بأخذك إلى عالمي ومخيلتي وذاكرتي كي تكون معي وتتوصل برسالتي. سأترك لك 5 ثوان، إذ أردت أن تسافر معي إلى عالمي فابق معي، وإن لم تكن تريد فضغطة واحدة على زر إغلاق كافية أن تنهي كل شيء وتبقيك في عالمك. حسنا، إذا تريد أن تسافر معي وسأقول لك، سنبدأ بأول ورقة. الورقة الأولى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا عنوان أول ورقة لي. أتعلم معنى أن تكون ملاحظا؟ معناه أنك تعيش ظنك لا حياة لك. قابلت شابا ملاحدا فقال لي: لا وجود للرب، وتعبت من هذه الدنيا وأريد أن أغط في نوم عميق. أريد أن أعيش في سبات، لا عمل ولا حياة ولا دولة تحقق لك العيش الكريم. لا وجود لله، وإن كان هناك رب هل يرضى الظلم على عباده؟ قبل أن أجيبه دمعت عيناي وقلت له: إن الله يمهل ولا يهمل. أما لحقيقة وجوده فتمعن في نفسك أولا، وتمعن من يكتب السطور ومن يقولها، وتمعن في شفاهك المتحرك ومن يحركها. نسيت نعمه وتذكرت ابتلائه، نسيت أنه كان من الممكن أن يخرجك من بطن أمك بلا يدين ولا أرجل أو حتى بلا عينين. أما بنعمة ربك فحدث. نسيت كيف يبلع الأكل في جوفك دون رائحة؟ أنسيت أنه ابتلاك لتتعلم أن تكون على هذه الوجود ولا تنطق إلا بالحق؟ هناك من الأنبياء من ابتلاه الله في الزوجة والآباء، وهناك من ابتلاه الله في رزقه وأولاده، لكن ما السبيل؟ مهما صنعت لن تهز الجبال طولا. كفرك لن تفيد به لا نفسك ولا للآخرين. رد قائلا: اسمعني أيها المحمدي، كيف لنبيكم أن يتزوج من طفلة بعمر 13 سنة؟ رددت قائلا: أفتخر أولا بأن أكون محمدي ومن أمة محمد، وثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بطفلة، بل كانت عزباء بعمر الزواج. وهل فتاة عاشت الصحراء هي فتاة عاشت قارة أخرى؟ الجينات تختلف، كما أن المعروف أن المرأة البدوية سريعة النضج. ودينيا المرأة خلقت لشيء واحد وأخرجت له من ضلع آدم، وهو العبادة والولادة والتربية. وإن كان هناك قوم يحملونها ما لا طاقة له به فهو أنتم، عندما يصبح الرجل نائما ويفتخر بزوجته وهي تبرز مفاتنها.
إنهم من يعيشون في وهم الإسلام، فلا تلقي بقساوتك على الإسلام وألقيها على مولود بفطرة. أنزل رأسه إلى الأرض قائلا: إني خائف وضعيف وأريد الراحة أخي. أشفقت لحاله وقلت له: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. استعن بالله وجاهد في عبادته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقسم بالله ثلاثا أن قلب الملحد ليس به اطمئنان، خائف دائما خائف دائما. فرد علي قائلا: هل الرب سيسامحني؟ ابتسمت وقلت: جاء رجل يوم القيامة إلى الله له 99 سجلا مليئون على مد البصر من الذنوب والمعاصي، وأمر الرب بإدخاله إلى الجنة. أجل، أدخله إلى الجنة، وتعجب لأمره الملائكة وقال لهم: واحد وأقر بوحدانية من قلبه وليس شفتاه، قال كلمة: لا إله إلا الله، من قلبه وليس من شفتاه. رواه الترمذي. الإيمان لا يساوي القلب أخي المسلم، وأظن أن جوابي كان واضحا لك. والآن عودة معك أخي المستمع للاختيار الورقة الثانية، وهي ورقة الظلم. أصعب شيء ممكن أو أنه يمكن أن يتعرض له الإنسان هو الظلم، فما بالك إن كان ظلم شعبا بأكمله. نعيب الزمان أو العيب فينا، أم نخرس الألسنة أخرسها الفقر والذل والجوع وكثرة القتل والفتن، أم نعيب هوية عبد كتب له أن يكون مسيرنا؟ كلامي موجه لأولي الألباب. حمدا لله، باسط الرزق في السماء وليس في الأرض. في عهدة الحسن الثاني عاش الشعب الفقر المدقع، وقتل البصري العديد من المغاربة، وسمي بالعام البون أو عام الكميرة. لكن كانوا رجال يعمرون البيوت الله ويمسكون كتب وليس الشعب. أحببت فتاة وهاجرتني، إن الساعة قادمة لا ريب فيها، وكثرة القتل واليوم يمر كالساعة، وتعلم إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، شيطان أخرس. كل الطغاة الذين عاشوا في الأرض فسادا كانت نهايتهم على أناس ضعفاء وفقراء، لأن الله يضع سره في أضعف خلقه. والآن أنتقل معكم لآخر ورقة، فورقة الظلم أوجعت كياني وكيان المستمع، فأنا أريد منك أن تبقى معي لأطول مدة. فأنت الآن لم تربح مني شيئا، ستكون ملئت وسمعت معي آيات بينات، وورقة الأخيرة هي ورقة الموت. لو تذكرت للحظات أن الموت يمكن أن يكون جالسا بجانبك، والآن الآن وأنا أكلمك، تخيل معي إن ملك الموت باسط يديه ليأخذ روحك وأنت ذاهب إلى المعصية، أو أنت ملحد، أو أنت على الخمر، أو أنت في نميمة، أو أنت في تشهير بأعراض الناس، أو حتى أنت في الربا. تخيل، تخيل لو كل منا قاطع السكن الاقتصادي، البيوت التي ميزانيتها تقام بسبعة ملايين تباع بخمسة وعشرون مليون، ويضيفون لك كلمة فقط: تعيش في الربا حياتك كاملة وتسأل عن السعادة، ترقبوا قريبا رفع الدعم عنكم. فعلا إنها ورقة الأخيرة، هي الموت، هي الموت. لكنه بطيء جدا، لكن لله الحمد أن هذه الدنيا زائلة وزائفة، فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كنت أحلم دائما أن أصل،
أو أن أوصل قلمي ولساني إلى مسامعكم وإلى محتوياتكم، وإلا يكون رائج في بلدي مجرد راقص أو راقصة. تمنيت يوما أن أفهم ما هو التفكير الذي يمشي به الشعب وما يحبه الرجل. ليس في طربه كلمات الزجل، بل مجرد رقص. لكن لا تأسف لغدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، ولكن ليس من فرحها، بل رقصت لأنها تعلم أنها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب. أقول كلامي وأوجه رسالتي لأولي الألباب العاشقون للغة الضاد، فليس كل رق يفهمني. لا أحرض أحدا على الكلام، بل دعك في صمتك وسباتك، ودع أولادك يعيشون في الفساد. وعندما أصبحت بلد زينب النفزاوية تشتهر فسادا وما يسمى بالشواذ أو البيدوفيل، في الوقت الذي كان بإمكاني أن أكتب لكم الخرافة والرعب والتراث، لكن شئت أن أقول لبائع الريكستا وبائع البياض والممتهنون الدعارة والوساطة، إن الله يمدد لكم، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وارجعوا إلى قوم لوط ونوح، فأنا لست سوى مجنونة قصص، وما هذه إلا قناة الراويز دوريس، فهي إلا قناة تافهة. فذهبوا إلى قناة سائلون المائلون. أقول قولي هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم. كان معكم حماد القرشي من قناة أراويز دوريس، وبقلم ذهبي وكتابات ذهبية من خنساء القرشي. سلام.